بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر حضور حضراتكم، ونظرا للتواصل الدائم مع حضراتكم نحب نتكلم النهاردة اليوم السادس. لم يتقدم أحد بطلب ترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وبالتالي هو النهاردة كده بقى فيه 3 طلبات فقط، ومع نهاية اليوم السادس ملتزمين بالموعد المحدد في الجدول الزمني اللي تم إعلانه يوم 25/9، وينتهي إن شاء الله العمل لجنة تلقي أوراق الترشح يوم 14/10 الساعة 2 مساء، وما زالت اللجنة مستمرة وتنهي عملها في اليوم السادس، ولم يتقدم أحد من راغبي الترشح. شكرا، ونختار سيادتكم بأول بأول إن شاء الله. شكرا.